حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. في إطار حرص مؤسسة حمد الطبية على ترسيخ شعار المريض أولا، وقعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع منظمة بلاينتر الأمريكية المتخصصة في مجال الخدمات الاستشارية في الرعاية الصحية. نعم سعود، بالتأكيد الحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد ناصر النعيمي، نائب رئيس قطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية والمدير المشارك لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية. مرحبا ومسهلا فيك أبو سعيد، حياك الله في الترحيب. يا مرحبا أخوي. يا مرحبا، الله يحييك يا أبو سعيد، شرفتنا الله يسلمك. في البداية بدنا نعرف مشاهدينا الكرام على هذه الاتفاقية اللي هي مع مؤسسة حمد الطبية ومنظمة بلاينتر. بداية أحب أن أعرف ما هي مؤسسة بلانتري. بلانتري مؤسسة غير ربحية في العالم، طبعا موجودة في 25 دولة. ومن 40 سنة تقريبا، من 1978 المرأة اللي أوجدت هذه المؤسسة حدث أنه صار لها سوء أو حادثة في أحد المستشفيات، من سوء تعامل الطاقم الطبي لها. ففكرت تأسيس مؤسسة غير ربحية لتطوير جودة الرعاية الصحية والاهتمام بالمريض من حيث خبرة المريض ومشاركته في جودة الرعاية المقدمة له في المستشفيات. فمن 78 الجماعة من 40 سنة شغالين في تطوير الجودة المحيطة بالمريض نفسه وجعل المريض في وسط الخدمات المقدمة له، في محور اهتمامهم. فانتشروا انتشار واسع لأنها مؤسسة غير ربحية تسعى إلى رضا المريض في أي مكان. بالضبط. فطبعا احنا من ضمن زيارتنا، الله يجزيها خير سعادة الوزيرة، وافقت أن نزور المستشفيات اللي تديرها هذه المؤسسة. وفعلا التقينا بالطاقم الطبي والطاقم التمريضي والإداري، طلعنا على طبعا هاي المؤسسة مؤسسة تعطي دورات تدريبية تثقيفية، طبعا تشارك في مؤتمرات حول العالم، وأيضا تساعد في تطوير الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة الطبية نفسها. فطبعا المحاور الأربعة اللي تم التوقيع عليها من بلانتري مع مؤسسة حمد الطبية تحتوي على هاي الأربع محاور، اللي هو التنمية الاستراتيجية والدعم لمركز خبرات المرضى في مؤسسة حمد الطبية. الشيء الثاني أن تقوم بدورات تدريبية وتأهيلية من خاصة في التراحم بين المرضى وبين الطاقم الطبي والتمريضي والإداري. وأيضا إن شاء الله في 2019 بيكون هناك أول مؤتمر للشرق الأوسط لمركز خبرات المرضى في قطر، مدعوم بمؤسسة بلانتري. إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. طيب بس إذا أنا ودي أسأل، هذه الاتفاقية شلون ممكن تساهم أو تزيد من الجودة المقدمة أو اللي تقدمها دائما مؤسسة حمد الطبية بشكل عام؟ مؤسسة بلانتري الشيء الجيد فيها أنها تظهر صوت المريض، تأخذ آراء المريض. طبعا هذا الشيء احنا بدينا فيه في مؤسسة حمد الطبية، الحمد لله رب العالمين، من بداية 2015 من أول ما أطلقنا المفهوم الجديد لخدمة العملاء اللي هي نسمعك. طبعا هذا احنا بديناها بأخذ آراء المريض، بأخذ استفساراته، بأخذ شكواه، يعني بأي حاجة تدور حول المريض. طبعا بس هذه الشراكة لأن احنا نسعى للأفضل دائما، مؤسسة حمد تسعى للأفضل في صحيح. في كل النواحي، من الناحية الطبية، من الناحية البحثية والتعليمية، وأيضا من ناحية الناحية المختصة بالجودة بجودة الرعاية المقدمة للمريض نفسه. طبعا هذه المؤسسة تهتم في أخذ رأي المريض وإظهار رأي المريض، وأيضا مشاركة الأسرة في القرارات اللي تتخذ من ناحية المريض. القرارات المصيرية مثلا في بعض العلاجات في في, في 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 يعني في في أمريكا هناك مجالس تديرها هذه المؤسسة بأخذ آرائها حول القضايا العلاجية المختصة برعاية المريض نفسه. نعم نعم. فإن صوتهم مهم جدا في القرارات اللي تتخذ
في داخل المستشفى نفسه. نعم. فيعني الشيء هذا جيد جدا في ان المسؤولين في المؤسسه او الطاقم الطبي او التمريض يفهم ما هي راي المريض نفسه. نعم. ما هو شكل العلاج. صحيح. اللي يبيه مثلا. اللي يتوقعه. اللي يتوقع انه نعم. حصل داخل المؤسسات. نعم. العلاجيه. نعم. نعم اخوي ابو سعيد، ممكن اذا بنتكلم الشعار اللي هو المريض اولا، هو الشعار اللي ترفعه مؤسسة حمد الطبية، وشفنا هذا التعاون او توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة بلانتري. ولكن خلينا نتكلم عن جهود مؤسسة حمد الطبية لتعزيز هذا الشعار اكثر واكثر، خاصة في الاشهر او السنين القادمة ان شاء الله. طبعا هذه الاتفاقية بتستمر 3 سنوات مع هاي الشركة. نعم. بلانتري. شعار المريض أولا نحن اتخذناه من أول ما أطلق معهد حمد لجودة الرعاية الصحية. المريض أولا اتخذ هذا الشعار لأن المريض محور أي حدث يحدث داخل مؤسسة حمد الطبية أو القطاع الصحي. جميع المشاريع التطويرية حتى الإنشائية هو محورها المريض أولا. لو لاحظت الأول بالأخير هي خدمة العملاء يعني. نعم. نعم. أنت لو لاحظت المستشفيات الجديدة اللي تم افتتاحها. نعم. في مدينة حمد الطبية، الرعاية الأولية والمراكز الصحية الجديدة. نعم. هذا كله متطلبات أن الشعار هالمريض اولا، تقديم. نعم. خدمات عالميه. نعم. متميزه للمريض. صحيح. نفسه ايضا لو لاحظت جميع الدورات التدريبيه اللي مختصه بالطاقم الطبي والاداري والتمريضي، مختصه ايضا بسلامه المرضى. نعم. الان عندنا في خلال هذا الاسبوع عندنا الورشه تدريبيه للموظفين في مؤسسة حمد الطبية وإخواننا في مراكز الصحية وأيضا سدرة، شعارها اللي هو سلامة المرضى أولا. نعم. سلامة المرضى. فجميع الأشياء اللي تدور في فلك المؤسسة هي شعارها الوحيد المريض أولا. المريض أولا. نتمنى يعني. نعم. في النهاية أن نؤدي الغرض اللي هو تقديم خدمة متميزة لهذا المريض، لأنه هو محور اهتمامنا في النهاية. بالتأكيد. للأمانة يعني أبو سعيد، خلنا نتوقف شوي ونقول إنه يعني نسمي الأسماء بمسمياتها. مؤسسة حمد الطبية يعني برعت وتقدمت في كثير من المجالات، ولكن دائما في لما تجي تقاس بخدمة العملاء تجد إن الكثافة السكانية بازديادها وكمية المرضى اللي قاعدين يجون على المستشفى، أنا حتى اللي سمعت إنه في رقم مهول اللي تردد على المستشفى بشكل اليومي. يعني احنا شنو اللي ممكن تسويه مؤسسة حمد الطبية حتى ان الواحد يقدر يحافظ على نفسه اكثر، يحافظ على صحته اكثر، يعني بعيدا عن الخدمات اللي تقدمونها. يعني جانب من سؤالي الجانب التثقيفي، هل انتم تثقفون المرضى ان مثلا والله لابد تمارس الرياضة، لابد ان انت تسوي لك تشيك اب كل 6 شهور كل سنة؟ هذا الكلام ممكن انه يخفف العبء ايضا على المؤسسة. احنا الحمد لله عندنا في مؤسسة حمد اللي هي قسم التثقيف الصحي. نعم. قسم التثقيف الصحي طبعا يكون يعني اولوياته هو تثقيف المريض نفسه لما يجي عندنا في مؤسسة حمد الطبية. نعم. مثلا نعطيك مثال، مرضى السمنة يعطون برامج تثقيفية كيف تحافظ على نفسك، كيف. نعم. الأكل المناسب، البرامج الغذائية. نعم. مرضى السكري. نعم. نفس الشيء. وثاني شيء عندنا اللي هو كتب وكتيبات للمرضى، تعطى للمرضى لأن تثقفهم أكثر. نعم. الحالة المرضية نفسها. وأيضا عندنا في الويب سايت مؤسسة حمد الطبية أن إذا كان يحتاج لأي استفسار من ناحية طبية يقدرون الجماعة أن يوفرون. يوم قلت أنت يعني ذكرت ملاحظة أن كثافة المرضى، على فكرة يعني احنا في دولة قطر نعتبر من اكثر يعني خاصة في قسم الطوارئ، يعتبر من يعني اكثر الاماكن انشغالا تقريبا في العالم المرضى اللي يجون طوارئ حمد. نعم. وايضا في العيادات الخارجية. العيادات الخارجية. فالحمد لله يعني جزاهم الله خير الطاقم الطبي والتمريضي. نعم. والاداري ما شاء الله عليهم، يعني
معطين وقتهم للمرضى، والله يجزيهم كل خير ان شاء الله. نعم الله يجزيهم كل خير ان شاء الله. واحنا ايضا يمكن ساعات يعني هالكلام موجه يعني لطاقم الاطباء والعمل في مجال التمريض بالمؤسسه، اكيد ساعات يعني انتم تشوفون الواحد يجي يكون زعلان ولا متضايق من امر معين، بيكتشف واحد من اهله فيه شيء، ولا خايف على زوجته، ولا يحاتي مثلا ولده، والامور هذه كلها. فاحنا متوسمين فيكم الخير ان انتم تحتوون هذه الظنون اللي موجودة عندهم وتعملونهم مثل ما تعلمتم بكليات الطب وجامعات الطب المرموقة اللي تخرجتوا منها. فهذا عشمنا فيكم، وإحنا نشكرك على حضورك معنا اليوم السيد ناصر نعيمي، نائب رئيس قطاع الجودة بمؤسسة حمد الطبية والمدير المشارك لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية. قواكم الله. مشكور يا أبو سيد. مقصر. مشكور يا أبو سيد.